السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعداء بلقائكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نخل ورمان. ونرحب دائما بفضيلة الدكتور محمد الفيد الخبير في علم التغذية والأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني زراعة والبيطرة بالرباط، مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. مرحبا مستمعي الكرام، في حلقة هذا المساء بحول الله اخترنا الحديث عن معدن البوتاسيوم. البوتاسيوم هو معدن ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك المحافظة على معدل الضغط الدموي، وطبعا على توازن السوائل في الجسم، ونقل الإشارات العصبية وانقباض العضلات. ويلعب البوتاسيوم دورا مهما في تنظيم ضغط الدم، ينظم نقل المواد الغذائية إلى الخلايا، يحافظ على توازن كمية الماء في الجسم، ويحسن من عمل الأعصاب، وقد يساعد في الشفاء من الحروق. وطبعا مصادر البوتاسيوم، هناك الموز، هناك الشمام البطيخ لأن نحن في المغرب، هناك البندق، هناك الزبيب، هناك أيضا الحبوب الكاملة، وهناك الكرومب والبقدونس والكرفس. وإذا يعني ما تحدثنا عن نقص أو أعراض نقص البوتاسيوم، قد يكون له أثار وخيمة على الصحة. إذن سنتعرف بمعيتكم مستمعي الأعزاء على خصائص معدن البوتاسيوم مع فضيلة الدكتور محمد الفيد، المتخصص والخبير في علوم التغذية. قبل ذلك أذكركم مستمعي الكرام بصفحة البرنامج على الموقع الاجتماعي الفيسبوك، وذلك لطرح أسئلتكم وولوج الصفحة، يكفي أن تكتبوا نخل رمان إيميسيون. دكتور، معدن البوتاسيوم مهم لصحة الإنسان لكن مضر للبعض، في البداية وضح لنا ما هو معدن البوتاسيوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. علم التغذية في القرآن ينقسم، هذا المملكة النباتية، لأننا نحن في علوم الأحياء نقسم العالم إلى مملكتين، المملكة النباتية والمملكة الحيوانية. نعم. والمملكة النباتية يقسم القرآن إلى قسمين، رغم أن العلوم تقسمها إلى 6 و8. نعم. القرآن يتكلم عن الحب والنوى، شو التقسيم ديال الله سبحانه وتعالى أحسن من التقسيم الموجود في الكتب العلمية. نعم. لماذا؟ لأن جميع الأشياء التي تعرش، التي ترتفع عن الأرض، هي تسمى شجرة، فهي عندها نوى. ثم الأشياء الأخرى تسمى الحب بتفسير آخر. لما يكون عندنا مثلا الحب عنده يكون سيلولوزيس، هذا يعني هذا السيلولوزيس هو هذا السكر الذي يخلي النبات يوقف، بحال مثلا هذا النباتات والأعشاب والزرع، وهذا عنده سيلولوزيس. لما يكون السيلولوزيس يطغى على اللينين، على مادة الخشب، نسميها شجيرات. نعم. أو نبات. لما تكون عندنا الليجنين أكثر من السيلولوزيس نسميها شجر. نشوف مثلا أي شجرة تمشي تأخذ منها حاجة تكون صلبة، بحال عصا تقطع من تأخذ من الأشجار، ولكن لا تأخذ من القمح والذرة والفول والشعير. نعم. هذه فيها السيلولوزيس، فيها الليجنين، ولكن الأشجار فيها الليجنين. ولذلك جميع الأشياء التي فيها نوى هي تعتبر أشجار، والأشياء اللي ما عندهاش الليجنين ليست أشجار، هي عند الحب. يعني آية في القرآن، إن الله فالق الحب والنوى. يعني هذا التقسيم، هذا تقسيم عجيب جدا. تفضلتي ثم بهذه اللائحة، ولكن لائحة قصيرة، ولائحة هي اللائحة المتواترة في الشبكة، دكتور، هي اللائحة الموجودة في الشبكة. يعني حتى الأطباء لما اجتهدوا، لا أذكر كل شيء، ولكن أنتم عليكم أن تذكروا كل شيء. أكيد. طب لما تقدم واجتهد الأطباء، بدوا كيعطيوا الموز للرياضيين، الناس كي يمارسوا الرياضة، لاعبي التنس، كيعطيوا موز بحجة أن الموز فيه بوتاسيوم مرتفع، ولكن هناك دول ليس فيها موز، وأن الموز موسمي ولازم يكون عندنا موز طول السنة. فهذا من الأخطاء العلمية، هذا نعتبره مركز. نحن نعتبره خطأ علمي كبير جدا. لماذا؟ لأن ليس الموز هو الأول في البوتاسيوم، أن التين الشوكي هو الأول في البوتاسيوم. الهندية. نعم، الهندية هي الأولى في البوتاسيوم. عجيب. نعم، هذا التين الشوكي، ثم الرمان فيه بوتاسيوم. نعم. ثم نعم، هذه فواكه أقوى، ولكن هذه الدول الأوروبية والأمريكية ما عندهمش رمان، ما عندهمش تين الشوكي. طبعا الموز
ما عليهم ما. ولكن أننا نجي وحنا في المغرب ونعطيه اللاعبين ديالنا الموز لأن فيه البوتاسيوم، لا البوتاسيوم عندنا بحال في المغرب، اللعبة خصهم ياخذوا التين الشوكي وخصهم ياخذوا فواكه اللي عندنا في المغرب اللي هي فيها البوتاسيوم. أول نبات في البوتاسيوم هو الصبار، سبحان الله، والدرقد الهندية. نعم، هذه الودن ديال الهندية اللي الناس ما كياكلوهاش، الضلفة اللي كنسميوها الضلفة، البادل، هذه البادل، هذه الاوبونتيه في التجميل غالبا. نعم، هي الاوبونتيه هذه البادل، هادو يعني ما تيتكالوا عليه، المكسيكيين كيخضروا بها، هي احسن خضره. ولماذا؟ لماذا؟ لان هذه تحتوي على 1000 ملي جرام بوتاسيوم، هي يعني مستوى عالي جدا. ثم تتبعها البطاطا الحلوه. نعم جيد. نعم، البطاطا الحلوه والقلقاس كنسميها في المغرب بطاطا القصبيه، ثم السفرجل. نعم، اشياء هذه اشياء قويه. البوتاسيوم يوجد في كل ما خلق الله على وجه الأرض، ولكن هناك هما أشياء غنية، يعني أشياء فيها تركيز أعلى مركز. نعم، نعم. فباش ما نضيقوش الناس حياتهم، كل النبات فيه بوتاسيوم. كل النبات فيه بوتاسيوم، هذا هو الناس يعرفوا هذه القضية. البوتاسيوم لا يوجد عند الحيوان، أو يوجد الصوديوم أكثر من البوتاسيوم عند الحيوان. بحال الحليب فيه صوديوم أكثر، الحليب كيوصل حتى 25 ملي جرام ويوصل حتى 30 ملي جرام بصوديوم. كاين هذا يعني اللحوم فيها الصوديوم، السمك فيه الصوديوم، كل الحيوانات فيها الصوديوم، ولكن البوتاسيوم هو اللي كيطبع النبات هذا. أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش وما لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني هذا الخزائن طبعا، وهذا القدر ما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني جامع لأحكام القرآن وتفاسير كثيرة، منهم حتى ابن حجر هذا العسقلاني، تفاسير طبري، كل شيء تفاسير كلها تجمع على هذا التنزيل دائما كيف يفسروه بالماء. وما ننزله إلا بقدر معلوم، تعني الماء، تعني الرزق، تعني أشياء كثيرة، لأن هنا يعني قرآن قوي جدا. ولذلك احنا في هذا علم التغذية عندنا آيات عديدة، ولكن هذه الآيات تؤلف فيها كتب. نعم، تؤلف فيها كتب. لماذا؟ لأن كل كما قلت كل ما خلق الله، كل ما يخرج من الأرض، شوف تغذية الإنسان وشوف القوة فين كاينة، القوة كاينة في ما يخرج من الأرض وليس ما يدب على الأرض. نعم، باش الناس يعرفوا، ما يدب على الأرض هو الحيوان، ما يخرج من الأرض هو النبات. هذه يعني حتى في سورة لقمان كاين إخراج النبات، وكاين وبت فيها من دابة، يعني الدابة يبتها الله ثم يخرج النبات من الأرض، وحتى الدابة تقتات على هذا النبات. يعني هذا، فهذا النبات كله بوتاسيوم، نكونوا واضحين. ولذلك دائما أنا من اللي كنتكلم عن نظام الإنسان ونظام نباتي، داخل فيه اللحوم، نحن لا نحرم أحل الله، داخل فيه لحوم طبيعية حمراء، حيوانات مسروحة جيدة، مرة في الأسبوع الناس اللي كيتحركوا، مرة في الشهر، يعني هذه ليس ما عندناش مشكل، ولكن أن تكون في النظام الضروري، في النظام الاعتيادي، قاعدة وأساس. لا، لا ليس في النظام الأساسي. نعم، لأن اللحوم والحليب ليست أساسية، والمواد الحيوانية ليست مواد أساسية، إنما النبات مواد أساسية. لماذا؟ لأن النبات فيه مضادات للأكسدة. نعم، ولا توجد عند الحيوان. النبات فيه الألياف الغذائية، لا توجد عند الحيوان. نعم، النبات فيه مضادات للأكسدة وهذه والفيتوستروجينات. نعم، يعني الألياف الغذائية المضادات للأكسدة، الفيتوستروجينات، الفيتوستروجينات توجد عند الحيوان. نعم، كاين شيء قليل شويه في الدجاج البلدي، كاين بعض الاشياء هكا اشياء قليل، يعني نعم، في الحلزون ولا اشياء هكا في الجراد كاين، انما هذه الفيتوستروجينات هي تقتصر فيتوستروجين، هي كلمه فيتو تعني بلانت، تعني يعني نبات. هذه فيتوستروجين هو عليا الحيوانات اللي عندهم شويه فيتوستروجين وما واخذينها من نبات. نعم، يعني ما ياخذونها من نبات طبعا. فهذه الاشياء هذه كل النبات، بمعنى ان الشخص الذي يتغذى على النظام النباتي رقم واحد بريمو، من المستحيل ان يكون عنده ارتفاع ضغط. نعم، لان البوتاسيوم هو الذي يسوي ضغط الدم في الجسم، والبوتاسيوم هو الذي مسؤول عن يعني مع حمض النتري اللي موجود في النبات كذلك. نعم، هو اللي كيخلي الشرايين جيده، ليس هناك ليس فيها 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 فيها, فيها مشكل حتى تمدد هذه الشرايين، يعني نسيج يتمدد. نعم، البوتاسيوم يساعد كذلك على
هذه الـ يعني الـ الإشارات العصبية، يعني هو يسهل مرور الإشارات العصبية هكذا من المستحيل. لماذا؟ لأن النبات ليس في حمض الأوميغا 6 وإلا كيكون حمض الأوميغا 6 6 ماشي ترانس. المواد الدسمة المستخرجة المكررة ريفايند، هاد الريفايند فودز كلها يعني فيها بوتاسيوم زايد وفيها الدسم ترانس والدسم المشبع. النبات ليس فيه دسم مشبع، النبات ليس فيه كوليسترول. يعني شوف الفرق ما بين الحيوان والنبات. النبات فايت الحيوان بالمضادات الأكسدة والفيتوستروجينات والألياف الغذائية، وفايت النبات بالحمض الأوميغا 3. حمض الأوميغا 3 موجود في النبات لا يوجد عند الحيوان، وفايت الحيوان بالأنزيمات، الأنزيمات توجد في النبات لا توجد عند الحيوان، وفايته بعدم احتوائه على المواد الدسمة، أن فيه زيوت، النبات فيه زيوت ما فيش شحمة. والزيوت كلها جيدة. وكاين أشياء اللي رغم أننا نجدها في بعض المواد الحيوانية، نجد بعض الفيتامينات في الكبد ولا في اللحوم ولا نعم، ولكن توجد في النبات أحسن، مثل التوكوفيرولات مثلا، الفيتامين إي في الحبوب الزيتية، يعني حبوب نغار الشمس، وموجود في الفول السوداني، موجود في اللوز، في الجوز، كل المواد اللي فيها زيوت، المواد الزيتية كلها فيها هذه التوكوفيرول. فهذا البوتاسيوم شنو كيعمل في الجسم؟ يعمل كل شيء. سبحان الله، باش ما نحصروش يعني الأعراض، يعني مهم وأساسي. ولذا نعم كشيش مغيش نذكر مرض دون مرض، يعملوا كل شيء. أصحاب السكر إذا كان عندهم صوديوم وعندهم كوليسترول، هاد الأشخاص هادو كان الله في عونهم، غادي يمشيوا لهم العينين، وغادي يمشي لهم الكلية، وغادي يمشي لهم القلب. إذا كان عندهم بوتاسيوم ناقص والصوديوم طالع، وإذا كان عندهم كوليسترول طالع وما عندهمش حمض الأوميغا 3، هادو كان الله في عونهم. يعني أصحاب السكري وأمراض القلب والشرايين والأمراض اللي حولها، مثل ارتفاع الكوليسترول، مثل ارتفاع الشحوم الثلاثية وما إلى ذلك، هاد الأشخاص هادو خاصو يكون عندهم حمض الأوميغا 3. الأكل ديالهم سمك، تسحب منه اللحوم، يعني يأكلوا سمك ويأكلوا الجوز ويأكلوا اللوز، ويعني والسمسم وحبوب الكتان، هذه كلها ضرورية للناس اللي عندهم أمراض القلب والشرايين. علاش؟ لأن مصدر حمض الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3 هو الذي يحفظ القلب من رقم واحد، يحفظ القلب رقم واحد، يعني ثم يحفظ جميع فيزيولوجيا الجسم، لأن حمض الأوميغا 3 لا يعمل عمل يعني معين، هو يسهر على فيزيولوجيا الجسم كلها بما في ذلك الهرمونات. النساء اللي عندهم خلل هرموني خاصهم مصادر حمض الأوميغا 3 ويوقفوا الكوليسترول وما يكون عندهم مشكلة. يعني هو يضبط مستوى الكوليسترول، نعم نعم، أو يجيب الدهون هذا، نعم، أوميغا 3. وهذا النظام نكمل، أصحاب السكر وأمراض القلب والشرايين يكون عندهم نظام نباتي، نعم، هنا يمنع اللحم على أمراض القلب والشرايين والسكر، يمنع، هنا يمنع منعا كليا، يمنع. يعني لماذا؟ لأن الدسم المشبع زائد كوليسترول غادي أزم، غادي تولي مضاعفات السكري، وغادي أزم أصحاب القلب والشرايين. لماذا؟ لأن غادي تجمع الهوموسيستين في الشرايين، وغادي يكون عندها تيروسكليروزيس عليهم، غادي يكون كل شيء، تضييق الصمامات، وغادي عليه كل شيء، غادي يولي يعني حتى التمدد، يعني هذا الديلاتيشن، حتى التمدد لهذا النسيج ديال الشرايين ما غاديش يكون يتمدد. هذه هنا في الناس يفهموا العجله، احنا بدينا كنتكلموا يعني بدينا بالاغذيه، ولكن دابا رجعنا من العناصر، يعني وهذا العنصر غادي يجبد لنا هذه التغذيه اللي تكلمنا عليها، باش الناس نعاودوا نزيدوا نفهمهم وناكدوا لهم هذه المسائل، وكنطلبوا منهم الله يجازيهم بخير، اللي عنده هذه الامراض ما يبقاش مدبدب، صافي ما يبقاش مدبدب، راه كنتكلموا بعلم، نعم، وغادي يشوف راسه ارتاح، ولا ارتاح يتبع، نعم. امراض القلب والشرايين ممكن ياكل شويه اللحم مره في الشهر ولا حاجه، نعم، ولكن غير طريف صغير، لكن بعد يبعد من اللحوم يكون احسن، ياكل نعم. سمك، نعم، البيض البلدي والسمك ما كاينش مشكل، هاد مالين السكر غالبا الناس كيقول لك بان البيض البلدي فيه كوليسترول، لا عليا البيض البلدي فيه شيء من الكوليسترول، لكن فيهش دسم مشبع. الكوليسترول خاصو الدسم المشبع، عاد يكون خطير لما يكون مع الدسم، لما يكون مع الشحمه، يعني يكون خطير اللحم. لما يكون كوليسترول لوحده معزول لا يعمل اي شيء، ليس خطير، يعني هذا هو المشكل اللي خاصو يفهموه. نعم، البيض البلدي فيه، البيض البلدي فيه لاليسيتين، فيه لاسيتيل كولين، نعم، في ماده الليسيتين، في كبريت،
يعني هو مصدر كبريت معروف، هذه فيه بروتينات عاليه، فيه تريبتوفان يعني حمض التريبتوفين، وفيه هذا الكروميوم معدن الكروميوم، هذه كلها اشياء جيده يعني يعني فيه تشويه كاروتين هذا يعني الدجاج، لان الدجاج هذا البري كياكل نبات بكثره، وهذا النبات هذا الكاروتين كيجمعها في صفار البيض. كنلاحظوا على اي الصفر ديال البيض البلدي ماشي بحال الصفر ديال البيض الاخر، يعني كيكون شويه، حتى ان هذيك الدواجن الان الحديثه يعني الصناعيه تغذيه هذه الدواجن كيزيدوا فيها الفيتامين ا، كيزيدوا الكاروتين باش الصفر ديال البيض يجي يكون اصفر. وهناك الزبده البلديه، يعني الزبده البلديه هي كذلك الكاروتين ديال الحليب، نعم الكاروتين ديال الحليب يخرج مع الزبده. يعني فيها كوليسترول مرتفع؟ لا ما في عليه، ما فيهاش كوليسترول، هي ما خصش يكون فيها كوليسترول بعدا خطير. الزبده ما فيهاش كوليسترول، الزبده البلديه نتكلموا على الزبده البلديه، يعني اللي ممخوضه اللي جايه من الحليب المتخمر اللي كيتمخض وكنخرجوا منه الزبده البلديه، ليس فيها خطر الكوليسترول. ممكن الاشخاص ياكلوها بدون تحفظ. نحن نتكلم بعلم، ماشي نبقى لا نص معلقه ولا نص معلقه كل الزبده ياكل خطر خيرا. المهم التوضيحات هذه راه مفيده، لان الحليب لما يتخمر، باش نعطيو التاصيل العلمي، الحليب لما يتخمر البكتيريا اللبنيه تثبط الكوليسترول، تشد الكوليسترول. نعم. اللي كنسميو حنايا الكوتين، الكوتين فينومينا. شنو الكوتين؟ هو هذا الكوليسترول، هذه البكتيريا كتغلف به، كتعمل به واحد الغلاف. الكوت، الكوت هي هذا اللباس اللي كنلبسوا فوق الثياب، يعني هذا كنسميو لي مونطو. نعم. يعني هذا الكوتين، هذا الكوتين، هذه الخلايا كتاخذ الكوليسترول وكتغلف به، كتلبسه. نعم. معنى كتثبطه، ما كي صافي ما كيبقاش انكتيفيشن، ما كيبقاش يعني خطير. خطير. نعم. هذه الزبده البلديه، هذه اللي لان هذه البكتيريا اللبنيه معروفه، يعني احنا عملنا ابحاث على هذه القضيه ديال الكوليسترول، وثم يتبعها السمن اللي كيتحضر، السمن الحار اللي كنسميوه في المغرب، السمن اللي كيتحضر من الزبده البلديه كذلك. نعم. ليس فيه اي خطر لا صحاب القلب ولا صحاب السكري. هذا البوتاسيوم هو كما قلت يسوي اي شيء في الجسم، البوتاسيوم. نعم. واي شيء في الجسم. سبحان الله. ماذا يعني هذا اي شيء؟ يعني اي شيء هو هذا البوتاسيوم هو الذي يسهر على التوازن القاعدي الحامضي. نعم. الاسيدو بازيك بالانس، هذه الاسيدو بازيك بالانس في الجسميه كل شيء. نعم. يعني الاطباء كيعرفوا بان البي اتش حموضه الدم اللي كتنخفض، ملي كان البي اتش ديال الدم 7.2. لما تنخفض على هذا 7.2 الدم لا يقوم بتبادل الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون، ثم تتوقع اسيدوزيس ويقع اختناق الجسم. نعم. هذا من جهه. من جهه اخرى ملي كيكونوا معادن اخرى اللي كنسميهم يعني هذه اللي كيسووا البي اش، فرنسيا كيسموها، الطلبه كيسموها طومبون، يعني هذا الحديث ديال هذا البافرين، البافرين فاكتور هو الكالسيوم. علي غنشوفوا بان ملي غادي نمشيو مثلا للكليه غادي نلقاو بان الا خرج الماء بكثره كيضيع الكالسيوم. نعم. كنسميوه ريبتور. الا ما خرجش الماء كيوقع انحباس، كيولي مشكل هنا. يعني كيشوفوا الناس اللي منفوخين اللي برجليهم واللي منفوخين، يعني هنا كتولي تهويه، الاكسجين ما كيوصلش، كيولي اشياء اخرى. فهذا البوتاسيوم هو اللي يعمل ماشي على مستوى الكليه، البوتاسيوم يعمل على مستوى الخليه. نعم. يعمل على مستوى الخليه، يعني كميه الماء. وكذلك هذا الماء، من ما نتكلم عن الماء في الكيمياء، كلمه ماء في الكيمياء ليس هناك محلول في علم الكيمياء ندرسه بدون ماء. نعم. كنسميه الكيو اس بي. هذا الماء هو الذي نعمل فيه كل الاشياء. لما نقيس مثلا بي اتش او حموضه اي ماده نعملها في الماء ونعمل التركيز، ثم نحسب كولوغاريتم هذه يعني هذه. فنفس الشيء في الجسم، لما يكون بي اتش مثلا اللعاب. نعم. بي اتش اللعاب ليس 7، يكون شويه 6 أو 6.2. نعم. احنا الشخص مريض يجب ان يكون هذا السائل عنده 7. نعم. بوتاسيوم، كالسيوم، بعض املاح اخرى هي التي تسوي هذا 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 يعني هذا هذا البالانس، يعني هذا التوازن. نعم. الحامض القاعدي. اذا كان مثلا بي اتش حموضه البول، شرف الله قدر السامعين. نعم. الاطباء خصهم يديروا واحد تشيكين، يقوموا بواحد تحليله بسيطه، هذوك عندهم واحد دي بوندليت ديال البي اتش، يشريوها ويديروها في الفم ديال الشخص، يشوفوا هذا اللعاب شحال البي اتش ديالو، ويشوفوا هذو اليورين شحال فيه يعني البي اتش، وغادي يعرف يعني الطبيب غادي يعرف حاله الجسم. نعم. يعني واش جيد ولا مش يعني مش جيد. ثم كاين تحليله مثلا، شوف متى وقتاش نعمل تحليله البوتاسيوم. نعم. لما يكون الشخص يصفي الدم. نعم.
نعم كيطلب لي الطبيب صوديوم بوتاسيوم املاح اخرى بحال الفوسفور فوسفور كالسيوم اشياء هذه كيعملها لي علي واليونوغرام هذا الايونوغرام هذا كيطلبوه الاطفال كيطلبوه الكل الناس اليونوغرام نعم. خصو يكون التحليله ديال اليون خصها تكون خص الناس كيقوموا بهذه التحليله هذه البوتاسيوم خص يكون في حدود 5.5 الطبيب تال 6 جيد نعم. يقبل طبيب تيقبل تال 6 وتيقبل تال 6 ونص نعم جيد لازم ان لا ينزل على مستوى 3 نعم. ويجب أن لا يكون أكثر من 7.5 أو 7.8 وإلا هذا الشخص ممكن أن يصاب بسكتة قلبية إذا كان البوتاسيوم مرتفع لماذا؟ لأن عضلة القلب لا تستحمل لا تتوقف عضلة القلب هي التي تضخ عضلة القلب تتوقف في يعني في الحال ولذلك رد البال يعني الناس من اللي كياكلوا شي حاجة مالحة معنى مالحة صوديوم نعم. لما يأخذوا الصوديوم دقات القلب كتزاد كي يشربوا الماء ضربات نعم كيعطشوا لماذا الماء لماذا يشربوا ماء يشربوا ماء باش يكون ديليوشن باش يكون ديليوشن باش هذاك الصوديوم ما يعطيش والا سبحان الله الجسم كيطلب الماء نعم كيطلب الماء لان اشاره نعم كيعطي ناقص كيضرب ناقص ديال العطش هذه فهذا هذا البوتاسيوم يسوي جميع الاشياء ولذلك الاشخاص اللي عندهم النظام النباتي اللي عندهم النظام النباتي كيكون عندهم اعصاب هادئه نعم النظام النباتي ما كيتقلقوش الناس ديال النظام النباتي لا ابد لا ما يتقلقوش كتكون اعصاب هادئه نعم علاش لان هذا التبادل على مستوى الخلايا الدماغ هي كالسيوم ماغنيسيوم ولكن فيها فوسفور بوتاسيوم كذلك علاش البوتاسيوم كيعمل مع الصوديوم ما كيعملش مع الفوسفور ما كيعمل حتى مع البوتاسيوم ديما كيعمل مع الصوديوم الصوديوم مع الصوديوم ومع بعض المكونات اخرى مع يعني اللي كنسميهم حنا ديوريتيك مع هاد المكونات اللي كتسهل خروج الماء من الجسم ديوريتيك وكاين مكونات خلقها الله في الطبيعه ديوريتيك هي ديوريتيك طبيعي خلق الله سبحانه وتعالى هو اول ديوريتيك هو البوتاسيوم هو نيت بوتاسيوم علاش لان كيسحب كميه الماء الزائده من الجسم خاصها تخرج لاين اين لا خرجت كميه الماء من الجسم كتخرج معها السموم كتخرج مع الاملاح الدائبه نعم يعني الاملاح كتخرج مع يعني هذه هذا من جهه شوف الطبيب اللي كيلقى حمض اليوريك ارتفع كرياتينين وحمض اليوريك ارتفع هذه اليوري نعم. ارتفعت في الدم يعني هنا خطر كيعلم الشخص يقول لي لازم تستعد للتصفية لأن حمض اليوريك قاتل وسام نعم. حمض اليوريك باش يعرفوا الناس يعني مدى خطورة هذا الحمض اليوريك إلى شرف الله وقدر السامعين أشخاص مثلا عمروا واحد الحقانة برا نعم. كنسميوها البرا نعم. إلى عمر حقانة ديال 5 ملي نعم. 2 ملي كافية يعمر خمسة حقانة ديال 5 ملي من البول شرف الله قدر السامعين مستمعينا الكرام نعم. يحقنها الحيوان يحقنها الكلب يموت في الحال هي الطريقة اللي كانوا كيقتلوا بها الفرنسيين اللي كان في عهد الاستعمار كانوا الفرنسيين تيقتلوا الكلاب بهذه الطريقة هذه نعم. يحقنها الكلب يموت في الحال في التو من التو يموت باش نوريهم يعني مدى يعني خطورة هذا يعني التسمم بحمض اليوريك ولذلك الطبيب من اللي كيقول الشخص خصك تستعد للتصفية خص الشخص يفهم هذا الحديث ديال هذا لان مواد سامه يجب ان تخرج من الجسم منهم حمض اليوريك مع الكرياتينين علينا هذه العوامل هذه مؤشرات ولكن كاين اشياء اخرى يعني الطبيب كيطلب هذه المؤشرات الاثنين بعض المرات كيكتفي بالكرياتينين علاش لان الكرياتينين انطاغونيس هي الكرياتينين تتقاطع مع حمض مع هي ماشي تتقاطع يعني تمشي بالمسار والكرياتينين الطبيب كيثيق في الكرياتينين اكثر من حمض اليوريك نعم الكرياتينين ملي كتوصل 60 65 الطبيب كيعلم الشخص تيقول له خصك تستعد للتصفيه الى عليين الى كانت اشياء وهذا الكرياتينين نزلت ان شاء الله 40 و 35 وبدات كتنزل جيد يعني راه الكليه بدات غير هاد في هذه الفتره قبل التصفيه هنا فين بدا الطب الامريكي على الخصوص هو اول طب بدا كيسحب الاشياء اللي فيها البوتاسيوم للناس ولكن هذا البوتاسيوم خصهم يسحبوه في هذه الفتره من اللي كتبدا الكرياتينين تطلع تما فين خص الشخص ما ياكلش اشياء فيها بوتاسيوم ما يمكنش من المستحيل ولو ان الطبيب كيحيد ليه القطاني وكيحيد ليه بعض الخضار وهذه والكريسيفا ولكن لا يمكن لان جميع ما خلق الله على وجه الارض فيه بوتاسيوم غير بعد يحيد الاشياء اللي فيها بوتاسيوم مرتفع بحال الاشخاص اللي عندهم مشكل ديال اليوري طالعه ما خصهمش ياكلوا التين الشوكي الهنديه نعم الهندية فيها يعني بوتاسيوم مرتفع جدا بوتاسيوم مرتفع والقطاني ماشي كلها فيها بوتاسيوم القطاني ماشي كله بوتاسيوم مرتفع القطاني بحال الفول مثلا
الفول ما عندوش مشكل، ما عندوش بوتاسيوم مرتفع، ممكن شخص، ولكن العدس والفاصوليا نعم، العدس والفاصوليا نعم فيه بوتاسيوم مرتفع، لأن ليس كل القطاني عندهم نفس هذا، هذا فهذا الفول والجلبانة عندوش مشكل، الفول والجلبانة فيهم بوتاسيوم ولكن ماشي بوتاسيوم مرتفع. أما أن يتوقف الشخص عن تناول أشياء اللي فيها بوتاسيوم من المستحيل، لأن كل النبات الذي خلق الله سبحانه وتعالى على وجه البسيطة هو يعني فيه فيه بوتاسيوم. سؤال وردني عبر صفحة الفيسبوك، تقول السيدة أن ابنتها مصابة بمرض القلب ووصف لها الطبيب دواء يحتوي على البوتاسيوم، نعم. فهل هو جيد لها؟ نعم جيد أكيد. وعلين سبحان الله مرضى فشل كلوي، نعم. وهذا السيدة هذه، هذا السيدة هذه نعم. تأخذ الدواء طبعا، لأن نمط العيش ديالها غادي يكون نمط موضوي، نعم. هذه فوست فاست فود وكتاكل لحوم وأجبان وهذا، نعم. تأخذ دواء ديال الطبيب الأقراص تأخذهم في انتظار تسوي النظام الغذائي، نعم. في انتظار ترجع نباتية، نباتية نعم. فقط ترجع نباتية فقط، نعم. ما عندهاش مشكل. سؤال آخر، لأن هذا التوازن، نعم. الله سبحانه وتعالى تكلم عن توازن في الكون. ربما أنا كنت أتكلم الآن، ربما غنكون أحسن من واحد، ولكن واحد أحسن مني. كين فهذه كين أشخاص اللي فسروا هذه القضية، وكين أشخاص اللي سموها التغذية الميزان، وهذه أشياء كلها ليس فيها ميزان. هذه التغذية أنا قريتها ليس فيها ميزان. الميزان هو اللي غنتكلم عليه ديال الله سبحانه وتعالى، مش ديال الفين. الله سبحانه وتعالى وضع ميزان في الكون، نعم. شوف هذا الميزان شنو فيه، نعم. الميزان فيه أن جميع الزيوت التي خلق الله سبحانه وتعالى في الكون، نعم. هي زيوت ليست مشبعة، نعم. وهي زيوت فيها يعني الرابط سيس مش ترانس، ما كاينش ترانس في الطبيعة، الله لم يخلق الرابط ترانس، نعم. جميع الزيوت التي قام الإنسان بتكريرها وتصفيتها الريفاينين كلها فيها ترانس، ما فيهاش سيس، يعني هنا هذا 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 هو الميزان. جميع ما خلق الله في الكون في بوتاسيوم، جميع ما أخرج الله سبحانه وتعالى من الأرض في بوتاسيوم، ما فيهش صوديوم أو كمية ضئيلة جدا. ملي كلقاو مثلا 300 ملي غرام بوتاسيوم، كلقاو معها 5 ملي غرام صوديوم، يعني لا شيء. جميع الأشياء التي خلق الله فيها بوتاسيوم، جميع الأشياء التي صنعها الإنسان فيها صوديوم، لأنه كان ضيفوا الملحة وكان ضيفوا مونوسوديوم غليطاميت، هذا المنكه اللي كيسموه، والغريب أن كاتبين عليه منكه طبيعي. هذا هذا كل ما علاش أننا نضيف الملح ولا أننا نضيف صوديوم للأغذية ديالنا، هذا هذا مشكل. يعني ها هاد الأشياء كل الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، كل ما يخرج من الأرض ليس فيه ضرر، كل ما يدب على الأرض فيه ضرر، سبحان الله. هذا هو البالانس، هذا هو الميزان اللي تكلم عليه الله سبحانه وتعالى. ميزان آخر، هنتكلم على ميزان آخر، ندخلوا للتدقيق شوية باش نشوفوا العلم، نعم. كما قلت أنا الله سبحانه وتعالى وهبني عقل، نعم. سريع الحفظ، الحمد لله. وأنا هذا وقف، يعني هذا العلم هذا وهبته لله سبحانه وتعالى، ما شاء الله. أن يتصفحوا الناس جميع كتب التغذية، أنا غنلخص لهم علم التغذية، يتصفحوا أي كتاب، يدخلوا الانترنت يتصفحوا أي كتاب، من المستحيل تلقاو مادة غذائية فيها الكالسيوم أكثر من الفوسفور، يعني أكثر من البوتاسيوم، الكالسيوم أكثر من الفوسفور، من الفوسفور. دائما كلقاو الفوسفور ضعفين إلى أربعة الأضعاف كمية الكالسيوم، نعم. دائما دائما الا مثلا لقينا 24 كالسيوم كنلقاو 70 ولا 80 فوسفور، نعم. لماذا؟ لان الفوسفور عنده مونوفالنت، نعم. عنده غير الكترون واحد، نعم. والكالسيوم عنده 2، نعم. بيفالون، يعني خص كميتين من الفوسفور باش تعادل كميه من الكالسيوم على الاقل، كميتين على الاقل، الا كانت زايده جيد، الا كانت زايده جيد. هذا الآن كين في يعني في الكون، يعني الميزان الأول هو أن ليس هناك صوديوم في النبات، النبات كله فيه بوتاسيوم، فيه قليل من الصوديوم. أنا أبلعني شوية كان نبالغ باش نعطي الأهمية للأشياء، يعني هذا يعني فيه قليل من الصوديوم، ولكن بوتاسيوم هو اللي معروف، نبات بوتاسيوم كله، نبات كله معروف بوتاسيوم. هذه ليس هناك رابط سيس في الزيوت، في المادة الدسمة التي خلق الله في النبات، زيوت يعني، يعني هذو الدهون، ليس هناك هذه الرابط السرطاني ترانس، نعم. يعني هذا هذا كذلك ميزان. كمية الكالسيوم مع الكلور مع الفوسفور، كمية الكالسيوم مع الفوسفور هي أن الفوسفور ضعفين أو ثلاث أضعاف الكمية الكالسيوم الموجود في الطبيعة اللي خلق الله سبحانه وتعالى، يعني في الطبيعة. البروتين النشويات فيهم من 12 حتى 16، كان عندنا قمح في المغرب كيوصل حتى 17، نعم.
القطاني 25 نعم. اللحوم فيت 30، بمعنى أن البروتينات الموجودة في النشويات هو الكمية الكافية للجسم. نعم. تركيز اللي خلق الله في النشويات هو التركيز الكافي لجسم الإنسان. نعم. هي 14-15 ديال بروتين، هذا النيتروجين، هذه كميات الفيتامينات اللي خلق الله سبحانه وتعالى، خلقها خارج الحبوب، الأملاح المعدنية والفيتامينات خلقها خارج الحبوب في الغلاف. نعم. من اللي كنزولوا الغلاف يعني ننزع هذه المواد، يعني بحال مثلا القمح، لما نغربي القمح لا يكون فيه أملاح معدنية، لا يكون فيه أملاح معدنية، الدقيق الأبيض ليس فيه أملاح معدنية، فيه نشا، فيه قليل من البروتين، هذا اللي بقات فيه شوية آثار أملاح معدنية، ولكن ليس فيه شيء، فيه نشا وستارتش اللي موجود هذا في الدقيق الأبيض. ولذلك هذا يعني هذا يتبعه ميزان آخر، يتبعه ميزان آخر، معنى ميزان آخر في النبات والحيوان، أن الأصل في التغذية هو النبات، أن التغذية الثانوية أو التغذية الجانبية أو التغذية الخارجة على المعهود هي التغذية الحيوانية. فلما اختل هذا الميزان ولو الناس يأكلون الحيوان يوميا أكثر من النبات، وهناك من يأكل اللحوم أكثر من النبات، نعم، ما غاديش نقول لهم ظهرت أمراض القلب والشرايين، إنما غادي نقول لهم ظهرت جميع الأمراض، نعم، بما في ذلك الأمراض الجلدية، وبما في ذلك السمع والبصر، وبما في ذلك الأسنان حتى الدرس. نعم. حتى نشوف الناس الان سنان ديالهم الدروس ديالهم كيعاملين ما شاء الله، مابقاش كالسيوم يثبت على العظام ولا على الاسنان، ما ادراك السيلينيوم، كاين اعضاء في الجسم يوجد سيلينيوم مركز فيها، وكيكون في العظام السيلينيوم، كيكون في العظام، كيكون في بعض الاعضاء وعلي مثل فهذا هذه الاشياء هذه اللي خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ميزان خلق الجسم يخزن الدهون، يخزن سكريات، هذا عبر الجليكوجين وليزيس اللي كاينه في الكبد الليفر، ولكن لا يخزن النيتروجين، لا يخزن بروتين. سبحان الله. اذا نقص البروتين في التغذيه ياخذه الجسم من لحمه، كيتخاد من الداخل، كيدوب اللحم. نعم. هذا الشيء يعني هذه الحديث اللي كان ادى الى مرض الكوارتشيوكور. نعم. هذا اللي كنسميوه حنا واحد الخلل بروتيني، هذا ولذلك هذا الاكل ضروري للانسان ولازم بروتينات تجي، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الجسم يتكيف مع الظروف. نعم. خلق الانسان ممكن الشخص ما لا يمكن ما ياكلش بروتين، لان كل الاشياء فيها بروتين. نعم. غير بعض المرات تكون كميه شويه ضئيله، بحال الخضار فيها كميه ضئيله، الفواكه فيها، الفواكه الجافه فيها بروتينات مثل اللوز والجوز، في بروتينات جيده، حبوب فيهم بروتينات مثل السمسم، مثل حبوب الكتان فيهم بروتينات، والبروتينات في القطاني وفي الحبوب، نعم، النشويه بروتينات كاينه في اللحوم، هنا في اللحوم، في البيض، في السمك، هذه هي يعني مصادر البروتين، ولكن كثرة البروتين، الناس بقوا تتكلموا على البروتين حتى شوية فاتوا الحد، كثرة البروتينات شنو عندها فيدباك، كتنعكس سلبا على امتصاص الفيتامينات والأملاح، يعني كثرة البروتين ما تخليش الأملاح المعدنية تمتص، شنو يوقع؟ كيوقع ديبريشن. نعم. ولذلك قلت بأن البوتاسيوم حنا كنسميوه المعدن البارد. نعم. The cold metal. وحتى في الطب الصيني كانوا كيدخلوه مع الماء، لأن يعني الطب الصيني فيه النار والماء، وفيه كيدخلوه مع معنى الماء، معنى أنه بارد. بارد. العرب كانوا كيدخلوا البوتاسيوم في الطبع البارد، لأن يعني العرب كيتكلموا على طبع البشر. نعم. علي نتكلم على ابن تيمية، ابن القيم الجوزية، تكلموا على علماء، يعني المقريزي، علماء كثر يتكلموا على هذه القضية ديال طبيعة البشر. فالطبع هذا المعدن البارد هنا خليتها في الاخر البرنامج. نعم. الاشخاص اللي كي عندهم قلق سريع. نعم. واللي عندهم توتر. نعم. والاشخاص الذين لا يتحملون. نعم. اشخاص كاين الناس ما يقدرش يوقف مثلا في الضوء الاحمر دقيقه، ما يقدرش، لا يقدر، كيكون معصب، لا يقدر. نعم. يعني هنا انا بعض المرات كاين بعض التجاوزات، لان كتبان لي بانها اعراض ماشي تجاوزات، كتبان لي بانها مرض. نعم. كان عاقبه مريض بعض المرات، هذا كي مرض. النساء كذلك، النساء كيكون عندهم واحد الاضطراب نفسي اللي كيكون هاد الاشخاص هادو يرجعوا للنظام النباتي فقط. علاش؟ النظام النباتي فيه البوتاسيوم وفيه تريبتوفين اللي تكلمنا عليه، فيه بوتاسيوم تريبتوفين وفيه ماغنيزيوم. علاش؟ لان الماغنيزيوم يقتصر على النبات.
نعم. مغنيسيوم هو معدن النبات. إيه؟ يعني هذه المعادن البارده حتى هو كنسميو المعدن البارد فهو عيط المغنيسيوم والبوتاسيوم هذه كلها معادن بارده. هذه داخله يعني الطب الصيني كيصنفها مع الماء. هذه كتدخل في يعني الاشياء التي تبرد الطبع ويعني تدخل طمانينه على الجسم كيولي نعم. الشخص شوف ملي كنا خير في المغرب بالامس القريب نعم ماشي غير بوادي حتى المدن البوادي المغربيه كانوا ياكلوا نبات وكيتحركوا كيخدموا في الحقول ومع ذلك وكياكلوا اللحم نهار السوق نعم ما كانش يعني الناس ما كانوش كيتقلقوا ما كانوش كيطلقوا ما كانوش كيتعاركوا ما كانوش كيتضاربوا ما كانش هاد المسائل الحزازات اللي عندنا كان المشكل اللي كان في البوادي هو هذاك التهراس الحدوده ولا حاجه ولا البهيم جاوا الزراع ولا حاجه ما هذه اشياء بسيطه الناس يتفادوها يعني الاعصاب كانت بارده اما نمشي الان البوادي الان البوادي الان الناس متوترين اكثر من المدن في البوادي اكثر من المدن نعم لماذا لان زاغوا عن التغذيه النباتيه ولكن مخا ولو البوادي باقي مزيانه عليه الطبع الان الانسان في الباديه الطبع ديالو احسن بكثير من الانسان في المدينه كاين فرق بكثير نعم كاين فرق عليه هما يعني النظام الغذائي عندهم مغلب النبات انا كنشوف الاطفال والنساء المسنين والاطفال والنساء كيعطيوك حال المجتمع نعم صافي الا كانوا المسنين بخير معناه ان النظام الغذائي جيد إذا كانوا النساء ما عندهمش خلل هرموني وما عندهمش أشياء جلدية ولا تساقط الشعر ولا المشاكل ديال الأظافر ولا شيء والعظام ولا الرباطيزم ولا شيء هذه التغذية جيدة نعم. نساء ملي كانوا كيطبخوا في الطيب زيت زيتون ياكلوا النبات النساء ما كانوش كياكلوا بكثيب كثرة النساء في المغرب كانوا معروفين ما كياكلوش كانوا كياكلوا تولوت كمية اللي كياكلوا الرجال فعلا كانوا يعني كانوا النساء بخير يعني لا البشرة ديالهم جيدة ولا الجلد ديالهم جيد ولا الطبع ديالهم جيد وكنا يتحملنا وكنا عليهن كان عندهم طبع بارد ماشي بحال الآن فهذا المشكل اللي حاصل علاش أن هذا القضية ديال طبع البشر يدخلوا في طبع البشر ثم تترتب عليه سلوكيات وهذه السلوكيات هي اللي يعني الإسلام تعامل معها نعم. ولكن تعامل معها بأسبابها نعم. الإسلام تعامل معها بأسبابها ولذلك شرع عدم الإسراف نعم. وشرع عدم التبذير والقرآن كله نباتي القرآن كله نظام نباتي القرآن كله نباتي يعني نعم. قليل كاين آيات قليلة ولحم طير مما يشتهون كاين في الجنة هذه الآية دي تخص الجنة وكاين آية سيدنا إبراهيم اللي جاو الضيوف نعم. جاب لي معجل فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين نعم. يعني هنا علي بحال الرمز اللي رمز لنا بهذه الايه سيدنا ابراهيم ان القران رمز لنا ان اللحم يبقى طعام الضيافه وطعام الولائم نعم. حتى اللي بغى يكرم اهله ولا والديه نعم. ولا حاجه ماشي كل مشي يوم مشكل نعم. اما ملي كيولي طعام ديال كل يوم كيولي اختلال نعم. خطير جدا في النظام الغذائي لماذا لان اللحم غادي احنا زدنا دابا كنا كنقولوا غير كوليسترول والدسم المشبع زدنا الصوديوم وهذا مشكل وغنزيدوا الهرمونات زينوبايوتيك هرمونز وغنزيدوا المضادات الحيويه اللي ربما يجي بها اللحوم اللحوم دابا ولات تقريبا التقنيات كلها لا الدواجن ولا اللحوم ولات تنتج بنفس الطرق ان هذه المركزات الاعلاف المركزه طبعا فيها عوامل النمو وفيها اشياء هذه ما يمكنش يعني ما يمكنش يكون اللحم كيما الحيوانات المسروحه ولذلك بحال في اوروبا الان في فرنسا الان في فرنسا الا مشاو الناس للسوبر ماركت غيلقاو بالفرنسيه ما غنقولهاش بالانجليزيه غيلقاو بالفرنسيه فيون دو باتوراج نعم ديال وكاين فيون دونغريسمون كاين جوج الانواع ديال اللحوم وغادي يشوفوا الثمن ديال الحيوانات المسروحه اللحوم اخرى اللي بايستورين ميت مربع. غادي يشوفوا الحيوانات المسروحه طبعا غادي تكون اكثر بعض المرات اربعه الاضعاف الثمن ديال الحيوانات اللي كتاخذ يعني الاف مركز فهاد غادي يعني هاد العناصر اللي بدينا كنتكلموا عليها الاملاح المعدنيه وهاد الاشياء بدينا جايين من الجهه الاخرى باش ناكدوا للناس يعني الاشياء اللي تكلمنا عليها في الحلقات الاولى باش الناس يبداو يغيروا هاد نمط العيش شويه ويبداو يشوفوا الامور يعني على الاقل يعرفوا الاسباب اذا عرف الشخص الاسباب طبعا ما غادي يكون عندنا مجتمع جيد غادي ان شاء الله غادي الامراض غادي تنقص اذا سمحتي غادي نقاطعك لان ما طرحناش اسئله اللي جاتني عبر صفحه الفيسبوك هناك اسماء تجيني غريبه ولكن ساذكرها هناك ميرا العربي تقول هل ارتفاع نسبة البوتاسيوم لأكثر من 9 يكون هناك فشل كلوي؟ ما يكون خطأ لا ماشي فشل كلوي لا أصحاب الفشل الكلوي الطبيب كيبقى يراقب البوتاسيوم ما خصوش يطلع يعني هذا الرقم 9 لا 9 خطير لا 9 خطير يعني هو 5-5 يعني إذا كان جيد يعني هذا التركيز المثالي لا خطر لا خطر
خطر لو وصل البوتاسيوم 9 خطر. هناك يونس السلام عليكم، هل ملح الطعام يحتوي على بوتاسيوم وهل يمكن الاستغناء عن ملح الطعام نهائيا وكذلك السكر جزاكم الله خير؟ نعم جيد نعم جيد سؤال، لان ملح الطعام العادي اللي كنعرفوه هو كلورايد صوديوم. نعم صوديوم كلورايد، هذا الصوديوم كلورايد ما فيش بوتاسيوم، يعني صوديوم في كلمه صوديوم. نعم. طبعا ممكن ان نستغني عن ملح الطعام بدون اي مشكل. والسكر عاليا بدون، علاش؟ لان الصوديوم الموجود الجسم لا يحتاج الصوديوم بكثره، بالعكس كلما كان الصوديوم منخفض جيد. نعم. والصوديوم موجود عليا في الطبيعه بالقدر الذي يحتاجه الجسم، لان الله سبحانه وتعالى وضع ميزان في الكون. التركيز الموجود في النبات هو التركيز الذي يكفي الجسم بدون زياده، يعني كيكون بالمقارنه مع البوتاسيوم تيكون البوتاسيوم فايته بكثير، كبعض المرات كيكون فايته ب 60 ضعف. نعم التركيز ديال البوتاسيوم. نعم. بمعنى 60 ضعف، من الى كانت 60 غرام بوتاسيوم كتكون غرام صوديوم. نعم هذا هو يعني احنا 60 ضعف، الا كانت 120 مثلا بوتاسيوم كتكون 2 غرام صوديوم، بعض المرات كيكون صفر صوديوم، كاينين النباتات ما فيهاش صوديوم فيها بوتاسيوم 100%. يعني بطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه وهذه نعم هذو يعني بوتاسيوم هذا، ولذلك هذا علاش حنا تكلمنا عليهم في النظام الغذائي لاصحاب القلب والشرايين واصحاب السكري. لماذا؟ لان المالين السكري مشكل اصحاب السكري مع البوتاسيوم كي يقوم بواحد التوازن داخل الجسم، توازن المائي داخل الجسم، واصحاب السكري ما خصهمش يجمعوا الماء. نعم يجب ان لا يجمع صاحب السكري يجمع، ويجب ان لا يجمع كوليسترول وشحوم في جسمه، اوبيزيتي ما خصش يكون عنده شحوم في الجسم مصابين بالسكري. البوتاسيوم كيخلي الدم يدور بسرعه، يعني خاص يكون الدم جاري. نعم كيكون الدم جيد، يعني هذا اصحاب السكري ملي كيكون الدم تخين لا يمكن للسكري يتضبط في الدم، هو تخين خاص يكون دم جاري، يكون دم خفيف، ما يكونش عنده مشكل. لما يكون هذه الدوره الدمويه، لما تكون الدوره الدمويه ثقيله الشخص يعني يجب ان يبتعد من الناس، لانه يصبح عنيف ويصبح قلق وضجر ومتوتر. ملي كيكون الدم تخين يعني الدوره الدمويه ما تدورش، ملي كيكون الدم خفيف عليا هي المثل العربي تقول لك دمك خفيف. معنى دمك خفيف انك ما كتقلقش، انك دائما يعني مبشور وجيد هذا. ولذلك شوف العرب لما كانوا يقتاتون على الشعير والتمر، سبحان الله الشعير والتمر حيت مانيزيوم نعم مصدر الكروميوم والزنك والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والالياف الغذائيه والمضادات للاكسده والبروتينات والتريبتوفان، يعني يكون موجود في الشعير والتمر، فيه مكون الايودين وفيه مكون الفيتامين بي وفيه عوامل النمو وفيه مونغانيز ماغنيزيوم كالسيوم حديد وفيه الياف غذائيه، يعني سبحان الله يعني الانسان مرتاح. نعم نعم غادي يكون مرتاح، صحه جيده، وكانوا كيركزوا مزيان وكانوا كيتحملوا، كان عندهم دم جيد. فهذا المشكل اللي ولا عندنا حنا دابا، البوتاسيوم نقص، مضادات الاكسده نقصت، الفيتوستروجينات نقصت، الالياف الغذائيه نقصت، الصوديوم ارتفع، الكوليستيروم ارتفع، الشحوم المشبعه يعني الدسم المشبع ارتفع، يعني هذه حاله تعطي امراض القلب الشرايين، تعطي امراض مناعيه، تعطي تخثر الدم، تعطي يعني توتر عصبي، تعطي هشاشه العظام، تعطي حتى العقم الأمراض. تعطي العقم لا يمكن يعني المراه يكون عندها كوليسترول طالع ما يمكن ما تحمل اكيد. لكن عندها اوبيزيتي، المراه اللي عندها اوبيزيتي ما تحملش. ولذلك انا يعني علاش ما بغيتش نضيق للناس حياتهم نقول لهم بوتاسيوم كاين هنا وكاين هنا، لا بوتاسيوم موجود في كل ما اخرج الله من الارض. نعم يعني نبات جميع النبات فيه بوتاسيوم، يعني الشخص غادي يقول لك واش الكميه، واش غنحصل على كميه؟ نعم الا الى 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 كلتي النبات كميه كافيه، علاش؟ لان كلما اكلت الحيوان يلزمك بوتاسيوم اكثر. نعم لماذا؟ لانك دخلتي الصوديوم للجسم، والبوتاسيوم كيعمل مع الصوديوم توازن، صوديوم كنسميوها بومب، الصوديوم شانل هذه على مستوى الخلايا، الصوديوم بوتاسيوم بومب سميتها هكا، لا بومب صوديوم بوتاسيوم هي اللي ماشي يخدم بها كل شيء، يعني بما في ذلك الخلايا الدماغيه هي كتخدم بهذا لا بومب صوديوم. فهذه الا دخلتي صوديوم زايد خصك بوتاسيوم اكثر منه باش يكون عندك يعني بالانس. والماء يعني ولذلك الناس سبحان الله ملي كياخذوا الناس ملح كيشربوا الماء بكثره وعندهم صوديوم في الماء. نعم عندهم صوديوم في الماء، هذا السائل هذا الملح الطعام ممكن، ولكن 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 ثلاث مرات هناك ملح بداو كيبيعوه عوض الصوديوم في بوتاسيوم، عوض ما يكون ان اي سي ال، عوض ما يكون كلورايد صوديوم دابا كلورايد بوتاسيوم،
وهذا الملح ديال ملي كيكون بوتاسيوم عالي وملح طعام فيه شويه بوتاسيوم ولكن الصوديوم غالب يعني في 98-97% صوديوم في اثر بوتاسيوم شويه قليل هو البوتاسيوم كيكون الملح ديالو شويه حار ماشي بحال الصوديوم وهذا كاين دول الان بدات كتبيع الكسائل عوض النسائل كتبيع الكسائل وهذا الكلورايد البوتاسيوم الناس هنا غادي يكون مشكل هنا غادي يكون مشكل لماذا اللي غادي يولي خلل لماذا لان خلينا البوتاسيوم الغذائي بوتاسيوم غذائي اللي موجود في النبات يعني موجود في النبات بكثره غادي نبداو ناخذ البوتاسيوم النباتي وغنبداو ناخذ البوتاسيوم على شكل ملح هنا غادي يكون مشكل اكيد غادي يكون مشكل علاش لان غادي يبقى الكلورايد حيت الكلورايد كيخدم مع الصوديوم غادي يبقى الكلورايد غادي يشيط يبقى في تما في الجسم تما الصوديوم غادي يكون مرتفع لان غادي ناخذ الصوديوم ديال الملح غادي يمشي مباشره لان دائب هو دائب البوتاسيوم دائب غادي يمشي دائما لهذا اللي كنسميوه الوسط الداخلي الميليو انتيريور الوسط الداخلي شنو هو الوسط الداخلي هما السوائل هما هو السوائل فقط وجميع الاشياء هذه داخل الجسم بدون سوائل الجسم لا يعمل فيزيولوجيا الجسم كلها كتعمل بالسوائل وثم التبادل عبر الدم الدم شنو سائل الدم كذلك سائل انا نسبه الماء في الدم يعني 90% يعني هو وسائل تبادل في الجسم وعبر السوائل نعم. يعني عبر النسخ وعبر الدم وعبر السوائل الجاريه في الجسم التي تدور ثم لما نفصل الماء عن الدم على مستوى الكليه فهذا الماء الذي نفصله الذي يرميه الشخص خارج الجسم نعم. على شكل بول شرف الله قدر السامعين نعم. ومعه النفايات الدائبة كلها السامة من حمض يوريك منها يعني الموائد السامة الدائبة هي اللي كتصفى نعم. على مستوى الكلية نعم. والبوتاسيوم هو الذي يقوم بهذه العملية علاش لأن البوتاسيوم يدفع التصفية يدفع نعم. يقوي التصفية هذاك دي كلمة ديوريتيك مع ديوريتيك وكأنه يعصر هذا الكلية هذه باش تخرج يعني هذا الماء الذي يحتوي على مواد سامة إذن هناك سؤال آخر من أحمد زيتوني يقول هناك تفاوت في نسبة البوتاسيوم من مياه إلى أخرى أي المياه أفضل هل تلك التي تحتوي على نسبة أقل أم العكس وشكرا المياه تحتوي على صوديوم أكثر من بوتاسيوم مع الأسف كاين المياه المالحة عليا المياه المالحة تحتوي على يعني على مكون الصوديوم ماشي غير الصوديوم كتوحد على الصوديوم ومغنيسيوم وكالسيوم يعني الكالسيوم موجود بكثرة يعني الكالكير هذا الكالسيوم موجود بكثرة بالمياه لكن هذا بوتاسيوم المياه لا يعنينا في شيء بوتاسيوم لا نحتاجه احنا بوتاسيوم المياه يعني لماذا لأن البوتاسيوم موجود في كل ما خلق الله في الكون يعني كاين متوفر يعني لا ينشغل الناس فقط لا يكون هناك عدم توازن صوديوم بوتاسيوم يعني ما يكونش صوديوم زايد ما يخليه بوتاسيوم النبات بوتاسيوم لا يطغى في الجسم أبدا لا يطغى في الجسم يعني ولو أن مثلا هذا التين الشوكي ولا الضلفة الهندية ولو أن فيها 1000 ميلي جرام ولو أكل الشخص يعني 20 حبة أو 50 حبة من التين الشوكي فلا يقع خلل في الجسم لماذا؟ لأن البوتاسيوم كما قلت هو يعني لا يشكل خطر على الجسم ومعدن مسالم معدن مسالم ليس كالصوديوم الصوديوم كنسميه أغريسيف يعني الصوديوم خطير بالنسبة للقلب على الخصوص عضلة القلب الصوديوم يعني خطير فهذه الأشياء هذه مع الأسف النبات يبرد الطبع النبات يبرد الطبع نعم كيكون طبع بارد هادي جيد يعني ما عندوش مشكلة علاش بوتاسيوم ماغنيسيوم بوتاسيوم ماغنيسيوم موجود عليه الكالسيوم كيدخل تما ولكن نعم هادو هي النبات ولذلك هاد الناس اللي كيبقاو يقلبوا على اقراص يقلبوا على الماغنيسيوم وانا عندي هنا وانا عندي الى حبسوا الكوليسترول مصادر الصوديوم والكوليسترول اللي هي المواد الحيوانيه نعم وتناولوا نظام نباتي عليه المواد الحيوانيه ياكلوها ماشي ما ياكلوهاش عليه المره في الاسبوع اذا كانوا يتحركوا مع عليه ما تكونش اعتياديه ما تكونش يوميه يعني ما تكونش يعني الشخص يعني كنشوفوا بعض المرات كيوقع شجار على مستوى العائلات كيدخل الشخص من العمل الى ما لقاش مثلا السيده عامله له الغداء باللحم كيتقلق هنا كاين خطا لان شوف الان بدينا كنلاحظوا في المجتمعات الراقيه نعم علي ربما الناس يسمعوا كلمه راقيه غادي يمشي الفكر ديالهم للدول الغربيه لا نعم الدول الراقيه في التغذيه هي سريلانكا نعم هي الهند هي نعم. الصين هي نعم. اليابان هي كوريا هي نعم. هذه الدول ماليزيا هي اندونيسيا هذه كلها دول راقيه هي فيتنام هي تايوان هي هذه كلها دول راقيه في التغذيه نعم لماذا لانها تاكل النبات
أكثر من الحيوان لأنها تأكل بقدر، ما كتأكلش بكثرة. نعم. هذه الدول هذه، ولأنها تأكل خشاش الأرض. نعم. وأكيد تكون عندهم الأمراض قليلة. لا طبعا قليلة. لو كان كانت نسبة السرطان في الصين بحال الدول الغربية لكان ما كانت الشركات ما تقدرش يعني تواكب هذا. إذن شكرا. أقول هناك سؤال أخير ولكن أنتم أجبتم عنه دكتور محمد نور، يقول هل يؤتي ما هو دور البوتاسيوم وكيف نستفيد منه؟ طبعا الحلقة كاملة تحدثنا عنه. شكرا. طبعا شكرا للمستمعين الكرام الذين ساهموا معنا بالإصغاء والمتابعة، وشكرا لكم دكتور على سعة صدركم وغزير علمكم وعلى النصائح التي تزودنا بها دائما. شكرا لكم دكتور. شكرا للفريق التقني الذي رافق